السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي شركاء النجاح، الله يسعد مساكم جميعا. إخواني، بعد ما تم نقل السيستم، كلياتنا بيعرف بالآونة الأخيرة تم نقل سيستم أعضاء سوريا قسم إلى الإمارات وقسم إلى تركيا. طيب، مطلوب منك مباشرة بعد ما تم نقل السيستم إنك تحدث البيانات. يعني نحن كلنا مسجلين، مثلا أنا مسجل في سوريا مثلا حلب عفرين، الرمز البريدي كذا، المدينة كذا، تمام. فأنا اليوم انتقلت إلى تركيا، فلازم أعطي بيانات تكون ضمن تركيا حتى أنا أحسن أستلم بونص أرباحي الشهر القادم إن شاء الله. فإيش لازم أعمل؟ إخواني، بنضغط هون ضغطة واحدة على لوحة التحكم الخاصة، ننزل لتحت على المعلومات الشخصية، تفتح لنا بهذا الشكل، ننزل منعبي البيانات هون، أدخل رقم الشارع، العنوان، نحن بنحطه بس تركيا، المدينة اسطنبول، بس يفضل تكون باللغة الإنجليزية، هيك قال مهندس محمود المصري، طبعا أفضل. الرمز البريدي بإمكانك تبحث من جوجل على الرمز البريدي باسطنبول. طبعا إذا كان بدك تحط عنوان تاني، بإمكانك تحط مثلا قيصري، بإمكانك تحط غازي عنتاب، ما في أي مشكلة. المهم إنك تبحث عن الرمز البريدي الخاص بالمنطقة اللي أنت حطيتها، تمام، بتحديث البيانات. الرمز البريدي لإسطنبول، وبضغط على كلمة حدث، تمام. فهون اعطاني الاماره لا يمكن ان تكون فارغه، بضغط ضغطه وبضغط هوني. شوفوا اخواني، هو كان على الاولى، انا حطيته على الثانيه مباشره وضغطت على حدث، اعطيته حسنا. هلا هيك تحدثت البيانات، الامر بسيط جدا ان شاء الله. تحياتي للجميع، بارك الله فيكم جميعا، اخوكم في الله ايمن مراد.